ان احنا بقى نكون شغلي الكتاب شددت عليه فقط من خلال وجود شو 100 ايفنتس، يعني 100 مناسبه، 100 حدث اثبتوا احداث هودي عن عالميه فريد الاطرش. مثلا خلينا نبتدي بالاول بامثله كثير قريبه للقلب وبتتفاجئ فيها كعربي. قلال بيعرفوا انه سنه 2015 اعلنت منظمه اليونسكو العالميه الدوليه في باريس مئويه ثلاثه كبار بالعالم. الاول فرانك سيناترا الامريكي، إديت بياف الفرنسي، وفريد الاطرش العربي. ونحن بنعرف انه كثار كلهم اكبر منه لفريد بالعمر. مروا عليهم طبعا مش قليل التقدير، بس سالوا لماذا فريد الاطرش بالذات؟ كان جواب واضح، لانه بكل بساطه صاحب موسيقى شرقيه اصيله، مش بحط 100 شحطه تحت كلمه اصيله، اصيله اوكي، وتستسيغها الاذن الغربيه. بدي كمان شغله الثانيه قليل بيعرفوها، انه فريد احد الثلاثه بسنه 1975 بعد وفاته بسنه، احد الثلاثه اللي اخذوا سام الخلود الفرنسي، فريد الاطرش العربي، بيتهوفن وشوبان. منيح. بدي اذكر تلفزيون الجزائر بلدكم الكريم اللي كثير بنحبها ونقدرها، على ضوء لما فريد غنت له بايا كازابيانكا، لما غنت له يا جميل يا جميل، لما يا كازابيانكا بتلفزيون جزائري بيستضيفها وبيسالها، وهيدي المقابله هي بتختصر مرحله كبيره بالذات عن عالميه فريد الاطرش. بيقول لها طب مالك يعني ليش لسه فريد الاطرش بالذات تلفزيون الجزائر؟ بتقول مايا كازابيانكا لانه بعرف موسيقته شرقيه خالصه وعجبتني يا جميل، وكثير اغاني غيرها ولكن ابتدينا فيها. قال لها طيب ليه ما تغنيش غنيه هذا في غنيه لعبد الوهاب؟ سمت له اياها الغنيه. قال لها الغنيه هيدي اذا بتشوفي في مطرب فرنسي، هذا المطرب الفرنسي سمى لي يعني سيزعي، هي سمت له يا هذا المطرب الفرنسي وقالت له انه اذا بتشيل الاغنية الفلانية بتحط الكلام العربي محل الكلام الفرنسي تطلع الغنية تبع عبد الوهاب. يعني اقتباس قلال بيعرفوا، وهيدي كمان شهادة تنحط لفريد انه زيادة عن هالمثلين اللي هم مهمين، 29 أغنية من أغاني فريد الأطرش اجتازت الحدود العربية وتغنت بلغات أخرى، مثلا عندك شارل أزنابور لما إجا على القاهرة كان عنده 2 ريسيتال، ريسيتال بالقاهرة وريسيتال بالإسكندرية، والشي كان 2009 يعني مش من كتير، يعني هو توفي طبعا بس 2009 كان في شو 300 صحافي بين مصري واجنبي وعربي عم يسالوا انه مين احب ناس لقلبك، يعني مين الناس المقربين لك؟ قال لهم عبد الحليم صديقي وعبد الوهاب صديقي وام كلثوم انا اللي اخذتها على الاولمبيا، ولكن معشوقي والانسان اللي جدا معجب فيه، استعمل هالكلمتين وهيدي كله مثلا، هو الموسيقار فريد الأطرش. هذا أزنابور. طيب إذا منجي من ناحيتين البيتلز يا أستاذ محمد، البيتلز أنت بتعرف الإنجليز بيحبوا 3 شغلات، بيحبوا فوتبول، بيحبوا الشاي، وفترة من فترات البيتلز كان جزء من وجدانهم كالفني. بيجي اللي كان اللي بعده طيب الوحيد ما بعرف إذا كانه جون لينون أو ماكارثي، ما بعرف إذا حتكون صادق، بال2013 ما صار لك كتير، صار 9 سنين بيعمل مؤتمر صحفي وبيقول عندي اسطوانة ريفوليوشن 9 نعتز فيها، ولكن هيدي الاسطوانة ارتكزت على 2 كايروس ستريتس لبيتهوفن، واول همسة للموسيقار العربي فريد الأطرش. مين عم يحكي؟ جون دينون او ماكارثي. اوكي